وروني وروني الفيديو يا شباب. خلاص يا شباب. بلد الحرب. خرابي. مشاري مشاري ما له دخل. شايف انت. كيف الطريقة؟ بس مع من معاه. شايف انت. هنا 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 هنا. هذا السبب. يا لهوي يا ما تعبوا لا تعام بدت الحرب. خرابي. مشاري مشاري ما له دخل. شايف انت كيف الطريقه؟ بس معنا معنا. شايف انت هنا 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 هنا. هذا السبب. شباب هذا منظر ذا. طيب واحد واحد زايد مسكت ولا مخده. بعد تقسم علي في هذه بسلطان. انا كل اسبوع من بدايته اجتد وما اغيب واحاول باللي هبه اني مريض سيطر. طيب لين تجي الله يسامحك وتلطمني بخصم. طيب كل مهار فأثات اعطتني واحده في المقطع هذا. ما سويت شيء. لا مسكت خده ولا شيء. طيب انخبطت فينا قلت امي ابو سلطان يعني ابو سلطان يا ابو التعويض. طيب ابو سلطان احمد. شوف ابو سلطان صل على النبي. اللهم صل. الامور انا اخوك زينه. الحين انت اول يومكم مع اخوانكم منكم صغار وبالبيت ما تلعبون بالمخاد وتمازحون. احنا الاثاث ما جينا لا جينا لا طاولات لا جينا لا برادي ولا قدور بس بالمخاد نتمازح بين الاخوه يا ابو سلطان. مش كذا كنت حتى تبريرك فرحه والله اني صادق. يا ابو سلطان ايش اسوي ابو سلطان الله يضيع عليك ابو سلطان. طيب انا اشوف سلطان بسيط بيني وبين الشباب وبعد ما خلصنا رجعنا المخاد المكان. لا يا شيخ تكفى ابو سلطان هالمره عفنا. انت حتى المايك عندك مقفل انت. هذه خصم ثاني انت. لا ما مقفل. طيب محمد الله يبارك. شيء ثاني انه موقعين على عقد انه اذا خرب شيء او تلف تكون غرامته علينا وحنا نصلح. اي فهذا لعب المخاد وخلصنا ورجعنا ما تضرر ولا شيء. انا ما راح ارضى عليك الخساره. ما نخليك لين تتلفها. خلني اعطيك خصم من الحين عشان ما نخسرك فلوس. ابد ما بخساره ان شاء الله. ان كان شيء خرب منها وجينا بنصلح. يلا عشان سمحنا واجد للكلام. ها يلا قول. اهلا وسهلا. الخطا حصل هو تاكم الى الامور. انت شغل مايكك انت اول شيء وش طيب اجل منيب هو السبب. اجل والله انا شغل. انا حطيته في الطريق. ايه اسلم. طيب لا لا علي تعال جنبه يا علي عشان نسمع بشكل واضح. الله يمسيك بالخير يا ابو سلطان. اهلا وسهلا. الخطا يحصل وحنا اخطينا طال عمرك والانسان ما هو معصوم. احنا طال عمرك اخطينا والمقطع موجود عندك في القناه تشوفه انت سمعت. وهذا خطا منا طال عمرك وبنحاول ان شاء الله احنا نتفادى في الايام الجايه. لكن هو حصل طال عمرك مثل ما تقول مثل ما قالوا الشباب مزح وما مزح. لكن شكله خطا مثل ما ذكرت انت وانت تقول انا جاي عشان اوضح لكم اخطائكم ومنها طيب. التعلم. فاحنا راضين طال عمرك باللي تقول الله يرحم والديك. طيب. وذي المره تعرف الاوله دائما تدمح عرفت اذا تكررت تدمح. هذه العاشره مي بالاوله. لا انا والله اول واحده مني. طيب انتم اخف من اقل شيء انتم مخاد هذولي سكاكين ومطبخ وما خلوا شيء من المعذره يا ابو سلطان. يا انت هم عندهم تقدم على العدو وحنا ثابتين في الموقع. ابو سلطان انت دائما اللي يعتذر ويقول انا غلطان. دائما انت تدمح له ويغدي الرجال وينتبه للعلم انت سمعت. طيب وسلامتك الله يرحم والديك ويطول عمرك. صوت احمد العوض ومصلط والكرعاني والجعيدي والعبيان وزايد. طيب استثنوا زايد منهم يا شباب لان شفتوا المقطع ما مسكت انا مخلص. الاسماء اللي انا ذكرت خصم على 400 سهم. هلقوا يا ابو سلطان. طيب احنا ما خربنا شيء يا ابو سلطان. طيب بسيط ورجعنا مخاد مكانه كاننا بالبيت. طيب يا ابو سلطان عموما اسمعوني انا برضو برجع للمقطع لان بعيد عني اللي بشوف انه استخدم المخاد بطريقه راح اثبت ما استخدمناه انا ولا شيء. طيب خلاص يا شباب دخول الاداره والاحتكاك مع المذيعين العبيان وفيصل والفريدي و